حسن التنظيم وسلاسة التنقل فضلا عن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، كلها عوامل جذب ما زالت تلقي بظلالها الإيجابية على زوار إكسبو 2020 دبي، حيث يتوافدون بزخم كبير منذ انطلاق الحدث العالمي. الزميلة شروق لشكري جالت هناك بعدسة أخبار الإمارات صباح اليوم، واستطلعت أراء عينة سريعة من ضيوف دبي الذين تزدحم بهم طوابير الاستقبال كل يوم. فلنتابع. مع تواصل فعاليات إكسبو 2020 دبي حتى 31 من مارس 2022، يتزايد توافد الزوار إلى إكسبو لحضور الفعاليات والعروض والتعرف على رؤى واكتشافات مختلف دول العالم. ولكن اللافت هنا هي خطوط الانتظار الطويلة، فلنكتشف معا ما الذي يدفع الزوار للانتظار لساعات طويلة لاكتشاف أجنحتهم المفضلة. مهتم بشتى الدول المشاركة وبما تقدمه في إكسبو 2020 دبي، متحمسة لرؤية أكبر قدر ممكن من الأجنحة خلال وقت زيارتي القصير هنا. مشاهدة ثقافات الدول المختلفة تجربة رائعة، نشكر المنظمين على ما وفروه لنا وعلى إدارتهم الرائعة للحدث. كتير الإشي حلو وسمعنا عنه كتير وحبينا نزوره ونشارك فيه لكل الدول. كمهندسة أبهرتني التصاميم الرائعة والمتنوعة في أجنحة ومباني إكسبو. الطريقة التي تم بها تجميع البلدان فريدة من نوعها، أتطلع إلى يوم تعليمي ومثير هنا. حب الاكتشاف والاطلاع هو الدافع الأساسي لزيارة الأجنحة لدى الزوار، والجدير بالذكر أن تنظيم خطوط الانتظار كان سبباً في تحويل تجربة الزائر إلى تجربة أكثر سلاسة. شروق لشكري من إكسبو 2020 دبي لأخبار الإمارات.